يسعد اوقاتكم. محمد معكم اليوم، رح نحكي بفيديو مختلف شوي عن الفيديوهات اللي حكينا فيها من اول، واللي رح نتناول فيه بشي يعني جديد عن اللي تعودنا عليه بالقناة، انه نعمل ريفيوز او نحكي فيه عن التوليفات العطرية، وبعدنا مستمرين بنفس طبعا الخط الاولاني، بس رح نضيف هذا الشيء الجديد يلي رح نحكي فيه عن أفضل 5 عطور بتشبه إلى حد ما العطور الأصلية يلي بيكون ثمنها غالي جدا. وهي العطور نوعا ما يلي بحب نوه فيه لحتى نستمر بهاي السلسلة، يعني بكل فترة هيك بنزل 5 أنواع، مرة رجالي ومرة 5 أنواع نسائي، ومرة ممكن تكون يعني يونيسكس رجالي نسائي. بهاي السلسلة يعني رح يكون أغلب العطور اللي رح أقول عنها بتشبه هيك رح تكون تقريبا يعني أسعارها أقل من $30، يعني من $30 ونازل. أنتوا بتكسروها عملة بلدكم شو بتطلع. الشغلة الثانية إنه اللي راح تكون شبيهة بعطورات الماركات العالمية الغالية راح تكون شوي فائدة لبعض الأكوردات بالعطر الأصلي، بس هذا يعني ما بيمنع أنه تكون رائحة جميلة 100%، مش راح تكون يعني مطابقة للعطر الأصلي 100% أو بنفس الجودة، ولكن يعني بتميل له بنسبة 80% 75%. ما رح طول عليكم، خلينا نبلش دغري، ورح حط لكم انا صورة العطرين، بحاول كمان اكتب اسمائهم، واللي بقدر بتحصل منه على اسعار الاصلي كمان رح حطه. باول شيء بالمرتبة الاولى رح نقول عنا الكريد سيلفر ماونتن. كلنا بنعرف الكريد سيلفر ماونتن، راح تشوفوا صورتها ورائي وراح تشوفوا الشبيه لها. هلا من الانواع اللي بتشبه كتير للسيلفر ماونتن، بالمرتبة الاولى عنا الوسام الابيض من رصاصي. بكل المقاييس عطر رائع جدا، يمكن هذا ينط معكم تقريبا $50 سعره، بس بكل المقاييس عطر رائع جدا بيشبه، وعملت له ريفيوز بالقناة، عملت له ريفيو بالقناة فيكن تشوفوا للوسام الأبيض. بكل المقاييس بيشبه كتير السيلفر ماونتن، ويمكن صلاته بالنسبة لي أنا شفته أقوى. في عنا من الرحاب كمان، الرحاب سيلفر بيشبه الكريت سيلفر ماونتن. هول أسعارهم تقريبا يمكن الرحاب بحدود $15 أو $10. هاي فيكن حتى تمكسوها يعني تحطوا مع إيثانول وشي مثلا مثبت أو شوية مسك أبيض وتقولوا له روحي مثل الكريت سيلفر ماونتن. بالمرتبة الثانية رح يكون عندي الجوتشي إنفي، وهو عطر وقف إنتاجه، ما عاد في منه برودكت، بس ممكن تلاقوا بالعالم كله، يمكن موقعين بس اللي بيبيعوا منه بقيان عندهم علبة علبتين، اللي هو يعني ما عاد موجود، يعني صار من العطورات المفقودة. عطر جميل ومميز جدا، حتى ثباته رائع. من اللي بيشبهه الهوم من كارفر، رح حط كمان صورته بتشوفوه، من العطورات الجميلة، سعره أقل من $30، يمكن $25، يمكن دوامه بيدوم من 5 إلى 6 ساعات تقريبا، على جلدي من 5 ساعات تقريبا 6 ساعات. يعني بالمرتبة الثالثة راح يكون عندي الكريد إيريش تويد، اللي بشبهه من شركة أرماف التريسن ويت، من العطورات اللي كتير بتروح عليه وبتشبهه، و إغراء من الرصاصي كمان من اللي بيشبهه، إغراء تقريبا سعره $15، التريسن ويت أقل من $25. بالمرتبة الرابعة رح يكون عندي السبايسي بامب، اللي رح يشبهها السيجار بلاك وود، بيكون شبيه لها كتير، تقريبا كمان سعره أقل من $25،
مثل ما قلت لكم السبات دائما بتراوح بين من 4 إلى 6 ساعات. يلي بحب يروح احسن ما يدفع $300 ولا $200، بيروح ل يعني بادجت صغير ومنه يعني بيشم عطر حلو اذا كان هو بيهوى بهالطريقه. يعني بالمرتبه الخامسه راح يكون عندي توم فورد توباكو فانيليا، من اللي بيشبهه بس هذا غالي، المسك لارافاج اذا كنت عم نلفظه بالطريقه الصح، ماسك لارافاج هذا غالي، من اللي بيشبهه من العطورات اللي البجت تبعها قليل راح يكون عندي سيجار بلاك عود. سيجار بلاك عود راح كله راح يكون صوره موجوده بالفيديو وان شاء الله راح اكتب لكم اسمائهم. ما راح تيل عليكم، بتفوتوا على مواقع العطور اللي فيكم تشتروا منها على الانترنت او من البوتيكات اللي موجوده عندكم وبتسالوهم على هاي الانواع. اذا كنتوا حابين شموها اول شيء على ايديكم، واذا شفتوها من الاشياء اللي بتتناسب معكم واللي عاجبكم مثلا سباتا ويعني والبروجكشن تبعها فروحوا له، البجت تبعها قليل. بتمنى هاي السلسلة لو كانت عجبتكم وحبيتوا انه نستمر فيها بهاي الطريقة، او ممكن مثلا اذا عندكم اقتراحات ممكن نطور فيها بتمنى انه تحطوا لي اياها بالكومنت، واللي عنده اي سؤال كمان ما ينسى انه يسأله وما يخجل ابدا، طول ما هو موجود الوقت دائما انا رح جاوب على الكل. وإلي رجاء يعني اللي عم يشوف الفيديو وحب الفيديو يعمل له لايك، واذا ممكن يفعل الجرس تبع التنبيهات ليوصلوا كل شيء جديد بالقناة. بدي دائما اتمنى لكم كل المحبة وكل الخير، وايامكم يا رب كل عطر، بأمان الله.